عاد عشرات آلاف الطلاب إلى المدارس في شنغهاي وبكين بعد نحو 4 أشهر من الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام المشدد بإجراءات الوقاية، فيما تعود أكبر مدن الصين تدريجياً إلى الحياة الطبيعية. واستأنف طلاب شنغهاي في عامهم الدراسي الأخير أو الصفوف الثانوية الدراسة، فيما سمح فقط لطلاب التعليم العالي في بكين بالعودة إلى المدارس للتحضير للفحص المهم لدخول الجامعة. وتمكنت الصين من وقف انتشار الفيروس إلى حد كبير، لكنها لا تزال متأهبة مع تزايد المخاوف من حالات لأشخاص قادمين من الخارج أو ظهور موجة ثانية من الإصابات في شمال شرق البلاد.